الاسد ما يتهزمش، ما ينفعش الاسد يتهزم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مباراه مفيده جدا لمنتخب المغرب اللي ما لعبش في اجواء افريقيا خالص، الا حتى لو في تصفيات كان بيلعبها في ملعبه، للمنتخبات ما كانش ليها ملاعب تصفيات افريقيا. فالنهارده ان يروح كوتوفوار وخارج ملعبك وفي رطوبه ومنتخب قوي جدا ليه تاريخ كبير وليه نجوم، في 3 4 نجوم كفايه لوحديهم، دي يشيلوا فرقه لوحديهم ما شاء الله. ففي مكسب، في مكسب انك رحت الاماكن اللي انت هتصارع فيها بقى على كاس امم افريقيا، ولازم ان شاء الله تصارع على امم افريقيا، لانك عندك مجموعه لعيبه وعندك هيبه وسمعه كبيره جدا بعد المونديال. في عيوب؟ في عيوب، وكويس ان في عيوب عشان الركراكي يلملم اوراقه ويظبط حاله بسرعه. شوط اول في النسيان سيء جدا، تراجع غير عادي، اللعيبه ما بتلعبش في اماكنها، ولازم الركراكي يتعلم. المنتخبات انا ما بحبش المنتخب تجيب لاعب مش في مكانه وتلعبه. النادي النادي عندك 25 لاعب في القايمه لازم تلعب بيهم الموسم كله، لاعب جاله برد، لاعب طرد، ممكن تلعب واحد مش في مكانه. المنتخب انت عندك قماشه عريضه يا ركراكي. المزراوي النهارده في وسط الملعب والله كان صعبان عليا، المزراوي في وسط الملعب مكان مرابط، الراجل لا دعم دفاعي ولا دعم هجومي، وجنبيه ملاح كمان، الاثنين كانوا في الشوط الاول صفر، فكانت الفرقه مضغوطه. عندك ده انت عندك 4 لعيبه في وسط ملعب في المنتخب الاولمبي، انا حللت ماتشات المنتخب الاولمبي للبطوله اللي كانت في المغرب، 4 لعيبه زي الورد، لاعب واحد فيهم مكان مرابط. ليه بتجيب واحد بيلعب باك يمين مش حتته؟ مزراوي كان تايه بيأدي كده وتايه. شوف الناحيه الثانيه، شوف النهارده كوت ديفوار، الراجل فرانك كسيه لاعب النادي الاهلي السعودي، شوف فوفانا لاعب النصر السعودي، لا 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 كان فرق شاسع يعني. طيب الاسد الكعبي في الدقيقه 80 حاجه جميله جدا. الشوط الثاني كنا افضل، الشوط الثاني تحس ان المغرب ليه. الشوط الاولاني كنا نقطع الكوره، النجم الرائع امين عدلي ناحيه اليمين بيلعب لوحده ومجهود رائع، بس مفيش اي دعم. والناحيه الثانيه امين حارس عايز دعم، ليه مفيش. الشوط الثاني لما غيرت ولعبت اللعيبه نازله عندها روح وطموح، بقى في عدد فبقيت تروح، لما بقيت تروح بقوا يغلطوا، رحت مسجل. انت الشوط الاولاني انت اللي كنت متراجع وانت اللي بتغلط، واديت هدايا، بونو قدامهم هديه رفضوا، يحيى عطيه طله بيحل على كوره ورايح على جسم الراجل، الراجل خد الكوره ما فيهاش اي حاجه، خد الكوره يحيى عطيه طله، الشوط الاول اداهم هديه رفضوا. احنا الشوط الثاني المدافعين ادى هديه للكعبي، قال لهم لا انا بقبل الهديه، ده النبي قبل الهديه، راح مسجل الهدف. 1-1 مكسب معنوي ان انت ما خسرتش. انا يهمني ان كان المغرب ما يخسرش. تونس شفناها امبارح اتغلبت 4، الاداء كان سيء لكن النتيجة بتدي عدم ثقة، بتدي 4-0 دي بترجع مكسور. لو انت ادائك سيء وتتعادل او تتغلب واحد بس مقبولة، هنقول مثلا ده بيلعب بره ملعبه. النهاردة كان 1-0 كنت زعلان من الاداء، لكن الشوط الثاني في تحسن كتير لان اللعيبة بقوا يلاقوا بعض. الشوط الاولاني 4 مدافعين في الخلف، والراجل املاح ومزراوي الاثنين تايهين في وسط الملعب، وناحي في حته ثانيه ناحيه اليمين وسط الملعب ده كانوا بيحضروا ويعملوا استحواذ ويعملوا كل حاجه كوت ديفوار الشوط الاول. عشان كده كنت تشوف لما بتبقى معانا الكوره مفيش الامين عدلي ياخد فاولات، الراجل امين حارس ياخد فاولات، بس حتى امين عدلي خد فاولين بانذارين للمدافعين. من مكاسب المباراة أمين عدلي وأمين حارس، بصراحة 2 لعيبة بتطلع عليهم الكورة بدون دعم، مفيش أي دعم بصراحة، وكانوا متألقين، لا لاعب وسط ملعب بيعمل معاهم 1-2 ولا بيمشوهم ولا أي حاجة.
صراحه. وطريقه اللعب كانت ظالمه جدا نصيري. انت من كتر الضغط عليك اشرف حكيمي واقف، ويحيى عطيه الله واقف، فالباكين اللي بيرفعوا اوفرات، فنصيري ملوش تواجد. يعني يا ريت كنت تلعب بمهاجم الكعبي كنت تبدا بيه وتنزل بنصير الشوط الثاني. في حاجات كتير جدا جدا عايز اتكلم عنها، هنعمل جزء تاني ان شاء الله. شكرا.